يعني بمجرد ان بدا المتظاهرين بدا اعداد المتظاهرين في الزياده، بداوا في تربيه هتافات تطالب بالافراج عن ذويهم وتطالب وتنادي بسقوط النظام وغير ذلك من الهتافات التي اصبحت متداوله في الشارع هنا في السويس وايضا في شوارع في الشوارع في محافظات اخرى. حاول الامن ان يقوم بتحريك السيارات الترحيلات حيث يوجد المعتقلين الذين كان من المفترض ان يعرضوا ان يتحركوا من القسم يعرضوا على الجيبه، ولم يتمكن الامن من اخراجهم من سيارات الترحيلات بسبب تجمهر الاهالي. حاولوا تحريك هذه السيارات الا ان الاهالي تحركوا في اتجاه هذه السيارات لمنع حركتها، فقامت قوات الامن باستخدام العنف لصد الاهالي عن المنطقه باستخدام القنابل المسيله للدموع، الرصاص المطاطي ومدافع المياه. وهنا بدا الاهالي في المقاومه والرد بالقاء الحجاره على الامن الذي قام بدوره بالقاء الحجاره على المتظاهرين ايضا. وتفرق المتظاهرون في الشوارع الجانبية وبدأوا في محاولة العودة والتجمع مرة أخرى إلا أن الأمن طردهم في هذه الشوارع الجانبية لمحاولة تفريقهم حتى اللحظة. ما زالت هناك يعني حالة من الكري والفر ما بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تحاول إخلاء المنطقة. الشارع الأربعين بالكامل من منطقة سوق الصعيدة وحتى منطقة سينما مصر، الشارع مثلا بالدخول كيلو ونصف تقريبا او اكثر اصبح مغلق تماما الان امام حركه السيارات، ويشهد مطارده ما بين المتظاهرين ورجال الامن. هناك اصرار من المتظاهرين على التواجد في المنطقه. شاهدنا يعني ان الامن وهو يعني نعم يحاوط بعض المتظاهرين، لا نعرف اذا كان قد القى القبض على عدد منهم ام لا. شاهدنا بعض الاصابات بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع، الا اننا لا نستطيع ان نقول عدد الاصابات او حجمها او حتى نؤكد ان هناك حالات اعتقالات بالفعل قد وقعت امام قسم الاربعين على الاقل حتى هذه اللحظه. بكل الاحوال دينا سنعود اليك في حال توافر اي تفاصيل جديده حول مآل هذه الاشتباكات. شكرا جزيلا لك.